دائما مع الشيف وسيلة المطبخ. حتى اليوم رح نعمل أكلة برعاية فلسطين, أكلة فلسطينية. واليوم رح نوجد لهم العدس الفلسطيني, على فكرة هو رائع جدا جدا, ملغي مكوناته يعني جد بسيطة, لكن في البنة ولا أروع صدقيني. يعني رح نوجدوه مع بعض, نعطوهم المقادير ونجوزوا طريقة التحضير. يلا على بركة الله. إذن عندنا هنا يا بصل, حبة بصل مرحية صغيرة مع مكعب واحد تاع الدجاج. عندنا هنا معدنوس كذلك مقطع إلى قطع صغيرة. هنا بالنسبة للتوابل عندي هنا فيها الكركم, فلفل أسود ورشة تاع الكمون. رشة كمون, الكركم والفلفل الأسود ورشة كمون. ورشة كمون لازم تكون. وعندنا هنا العدس الأحمر ديالنا نلقاه في السوق أكيد متواجد, أكيد متوفر. وفي حتى فوائد احسن يعني. احسن كاين البرتقالي هذا وكاين كذلك الاصفر باش يعرفوا كاين لونين. عندنا هنايا حبه ليمون, عصير حبه ليمون. وعندنا الملح والزيت. يلا نتكلموا بركه الله. يلا مشاهدينا الكرام على بركه الله, العدس الاحمر يعني نقدروا نقولوا لا شوربه عدس. شوربه عدس نعم. اكيد اكيد, واللي نلقاوها متواجده ربما في مختلف ومعظم المطاعم يعني صح الفلسطينيه. صح المتواجده بالجزائر, ماشي غير في المطاعم السوميه ولاو يديروها بزاف لانه نعم بزاف بنينه حتى في البيوت. نعم صح, حطينا الزيت تاعنا باش تسخن. راح نحط مباشره العدس ديالي. بسم الله. العدس فقط شوف كنا نشمخوه. شوفي انا هنا شمخته, كاين اللي ما يحبش يشمخوه يعني هذا يولي كل واحد يولي مباشره. مباشره تحبيت حطيه فقط نشلوه اكيد لو نحطوه. انا هنا شمخته يعني باش نربح الوقت ويطيب لي كيما نقولوا زبده. فوالا نزيد نحط عليه هنا مباشره, نحطوا عليه هذاك الحبه بصل اللي كنا كما قلت لكم يسكرفشتوها قطعتوها في الرقيق مع مكعب واحد تاع مرق الدجاج. اللي حاب يبدل يقدر يدير مكعب مرق لحم. يدير مرق لحم على حسب الاذواق اكيد, لكن يدير الدجاج يخرج اونكور ميو كيما يقول. فوالا انا رايحين نقليو هنايا غير بشويه البصل تاعنا مع هذاك قلنا المكعب والعدس تاعنا. نزيدو ثاني سميه ثاني التوابل. التوابل نعم والملح. حتى نشوفوا مشاهدينا الكرام انه المكونات بسيطه يعني بسيطه لكن لذيذ جدا. راح تلاحظوا هذا الشيء فهمتم لما مشاهدينا لما راح تجربوه في البيت عندكم راح تشوفوا انه عنده بنه بزاف ما تستغنيوش عليه. فوالا سورتو الاطفال كاين ما يحبوش العدس اللي في بقشورو, شتي ما يقول لك ما ناكلوش, تعودوا ديروا لهم هذا العدس يعني رائع جدا جدا جدا. بالقشور ديالو حتى هكا نقليو مليح كيما نقولوا البصل والتوابل هذوك. يعني الفلسطينيين عندهم اكلات شهيره, الارز كذلك نضم شافي الارز بكثره. صح عندهم الفطائر الفلسطينيه, عندهم بزاف امور سلطه, عندهم كذلك الباذنجان سلطه الباذنجان تاعهم اللي راهم نشوفوا انه راهم يديروها بكثره اليوم السيدات الجزائريه, خاصه لما يعني يجيبها ضياف ولا تحب في طبق ديالها تحط سلطه سوميه. حتى هذوك لي صوص التوميه هذيك يعني الناس ولات تدخل التوميه. انا لازم نديريها ان شاء الله, نديروها ان شاء الله بيان سور بنينه بالبزاف كذلك وبمكونات جد بسيطه لكن عندها بنه رائعه جدا. يعني نبدلوا شويه على لا مايونيز هذوك نخرجوا من يعني من لوغدينار. ودوكا مع تفتح الثقافات يعني الناس ولات تحب تشوف البلاد هذه واش عندها, هذه واش عندها, ونسيو ونجربوا في الدار. علاش لا؟ اسمحي لي فقط شاف من ناحيه حتى من ناحيه التوابل يعني صح, صح هي المأكولات الشرقيه عموما لاحظوا انها تتشابه ولكن كل بلد اكيد كل دوله عندها الميزه ديالها حتى الاختصاص ديالها. والاختصاص يتميز دائما نقول في التوابل اللي تعطي ربما لاطوش هذيك يتميز خاطر الطعم راح يتبدل بمجرد انه تروحي لبلد اخرى. شي غير كي تسافري تروحي تكتشفي تسيبي انه الطعم هذا مبدل, لكن ربما هو نفس مثلا العدس ولا نفس اللوبيا لكن الطعم يتبدل لانه صح. كل بلد والتوابل اللي تخصها. نزيدوا لها هنا غير شويه ملح ما نكثروش خاطر درنا المرق تاع الدجاج مالح شويه. وديما كيما قلت لكم لما نديروا الكمون ولا الكاري ردوا بالهم خاطر مالحين. فوالا وانا هنا درت رشه كمون. اسمحي لي فقط الكاري اللي هو الكوري ولكن اليوم استعملنا الكركم. لا اليوم الكركم, اليوم الكركم معليش حنا كيما نقولوا في الاعاده الافاده توجو نقولوا انه هاد الزوج توابل ردوا بالكم الكمون والكاري. الكمون والكاري واو يردوا بالكم. الكركم لا عادي. لا 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 ما فيهش الي بايديس ماشي فوالا كيما هكا. كيما ذكرنا شيف في هذه الاثناء راك تقلي في العدس الاحمر ديالنا, قلنا انه كيما قلتي لي لما الشخص يعني يسافر اكيد صح. انه لازم يتذوق اكلات هذيك البلد أكيد. ومن بين العادات والتقاليد يعني هي الاكلات الشهيره التقليديه بدوله صح. فلسطين دائما العدس العدس الأحمر. الاحمر هي اكله بسيطه على العموم بسيطه ما جدا لحم يعني ولا دجاج ولا اي شيء. شوفي كلكو سوا في الوقت ولا في المجهود ولا في المقادير يعني طبق بسيط جدا جدا لكن
ولكن لذيذ جدا كذلك. اعطيني الماء سميه الماء الساخن باش نمرقوا به. الماء يكون دافئ دائما. دافئ بيان سور. نعم تفضلي. نكسر المكعب نوضعه في الماء؟ تقدر تحطوه وتحطيه لداخل يتقلى من الاحسن. انا شوفي درت لهم الوصفه الاصليه، لكن بعد السيده تحب تحلو لداخل ما كاش مشكله. فوالا. الماء فقط حتى يتغطى سطح أكيد العدس. اكيد حتى يتغطى فوالا. على هنا يعني دايره حوالي 500 غرام تاع العدس. نعم. فوالا. نسحقوا فيه باش نمرقوا واحد ريت له ونص تاع الماء. نعم. هذا ما كان، هذه وصفه فقط بسيطه، دوك نخليها هنايا تغلي حتى وين يطيب العدس. تقريبا. حوالي 20 دقيقة. 20 دقيقة. باش يعرفوا، كذلك حنقول لهم حاجة مهمة أنه العدس الأحمر ما ياخذش وقت كبير لما يطيب، وفي نفس الوقت ما نسحقوش نرحيوه ولا، لأنه وحده راه رايح كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا، راه رايح يتحرك. أكيد راح يذوب، إذا حنايا نخلوا العدس تاعنا يطيب ونشوفوا نهضروا على باش نهضروا اليوم سمية. دائما، نبقوا دائما في دولة فلسطين. فلسطين. نروحوا فقط لوصفتنا لنهار اليوم، نروح لخديجه وياسر، ربما قولوا لي شنو هي الاكلات او ابرز الاكلات اللي تعرفوها دوله فلسطين. كما قلت هي الاكلات الشرقيه عموما تتشابه فيما بعدها. نقول الاكلات الشرقيه، انا نعم. نقول المقلوبه. المقلوبه صحيح الشهيره. لانه نعم. من خلال اصدقاء فلسطينيين، من خلال اصدقاء اردنيين كذلك، في المشرق العربي بطبيعه الحال تعرفت على هذا الاكله المقلوبه. وحتى مذاقها لذيذ. مذاقها رائع. نعم. رائع. نعم. صح. دون فيها مكسرات؟ لا انا ما قلتهاش. فيها مكسرات. حتى طريقه الطهي تاع الرز تاعهم لازم يكون فيها مكسرات. يعني مالح وحلو. حتى السلطه تاعهم مالح وحلو. لا 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 ماشي حلو، مكسرات تكون مالحه. فوالا. ويعني الرز تاعهم بزاف بزاف، حتى السلطه تاع الكرنب الاحمر يعني مشهورين بها كذلك. يعني ياكلوها بزاف هما، يخلطوا هذاك المزيج بين الكرنب الاخضر والاحمر، تخرج بزاف بنينه، ويحبوا القارص، يستعملوا القارص تقريبا في كل اكلاتهم. نعم جيتا وياسر، رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. هكذا الريحه راهي، الله يبارك دائما يدين شاف وسيله لا يعلى عليها دائما. هنا كيف طاب العدس ديالنا نشوف كيف تحات وحده هذاك العدس الاحمر معروف انه تمتم كما نقولوا يتحل في الماء. نعم. حاجه باينه. اذا واش قلنا واش قعدنا هنايا؟ المعدنوس، وقعدنا هذيك الحبه تاع قارص اللي عصرناها راح نضيفها هنايا، وكذلك راح ندير المعدنوس او المعدنوس. انا قلت البقدونس كما يقولوا في دوله فلسطين. بيسو عطيني برك تبسي. نعم. باش البول باش نسير بيسو. فوالا بالك في دغيساش نقدروا نزيدوا رشه المعدنوس. شوفي انا نحب توجو القارص ونحب المعدنوس. يعني هنا يولعوا كل واحد والذوق ديالو. انا نحب حاجه قارصه، اللي ما يحبش ما يزيد من بعد هذيك. نعم. لكن المعدنوس نزيدوا له ثاني. شوفي مكونات بسيطه لكن لذيذ جدا، يعني هذا الحساء بزاف ملاح. نعم. سورتو قلت لكم الدراري صغار اللي ما يحبوش العدس بقشورو، هدايا رائع جدا. نعم. جدا جدا. ونذكروا فقط مشاهدينا الكرام انه عددنا اللي نهار اليوم عدد صباح الوطنية طبعا مع ياسر وخديجة كان من أول لآخر طبعا على روح طبعا شهدائنا الأبرار طبعا بدولة فلسطين. حتى الطبق فلسطيني 100% 100% 100% مشاهدينا الكرام كما راكم تشاهدوا معنا شربة دوك. العدس. نعم شكرا شاف. وحضرنا كذلك أو نعم ويعني هو ما حضرناش، حضرنا على فوائد ولا طريقه أرمان. استعمال دبس الرمان في المطبخ. ولا اروع شاف قلت لكم والله العظيم ولا اروع. عنده يعني ماشي كيما العدس تاعنا، ماشي كيما تاعنا، مختلف تماما. مختلف تماما لكن بزاف بنين وخفيف. وخفيف كذلك. نعم وفي فوائد عديده وجمه. فنقول لكم مشاهدينا الكرام صحه ولهنا عليكم دائما. عاشت فلسطين حرة. يا رب دائما ترحموا مرة أخرى على شهدائنا الأبرار.